بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد، الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم في كل وقت وحين، اللهم آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم. ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا، إنهم كانوا قوم سوء فأغرقناهم أجمعين. صدق الله العظيم. ما زلنا في رحاب قصة نبي الله نوح عليه السلام، الذي وردت الإشارة إليه في سورة الأنبياء دون دخول في تفاصيل هذه القصة. الإشارة كانت سريعة في سورة الأنبياء كما استمعنا إلى الآيات. ثم تناولنا قصة سيدنا نوح في صورة موضوعية تفصيلية، وكنا انتهينا مع حضراتكم من مشهد بناء السفينة وانطلاقها لنوح والمؤمنين وغرق الكافرين، وكان من ضمن هؤلاء الغرقة أحد أبناء نبي الله نوح عليه السلام. والقرآن الكريم فصل هذا الخبر في موضع آخر في النص الحكيم غير سورة الأنبياء كما سنرى. والمشهد، مشهد الغرق ده، كان بدايته إنه لم يستمع ابن نوح نصح والده النبي الكريم عليه السلام في تلك اللحظات الحرجة المتلاحقة الأحداث، طغى فيها الطوفان وابتلع كل شيء عدا من نجى الله تعالى بمشيئته سبحانه وتعالى. وفي هذه اللحظات العنيفة السريعة مضت السفينة تشق هذه الأمواج الهائلة العاتية تحمل نوحا والذين آمنوا معه، وهي تجري بهم في موج كالجبال. السفينة، سفينة المؤمنين. لقد رجا نبي الله نوح عليه السلام أن يستجيب ولده لنصحه وألا يكون مع القوم الكافرين. قد كان نداء سيدنا نوح عليه السلام لولده نداء: يا بني، يا بني اركب، يا بني اركب معنا. هذا النداء من سيدنا نوح كان نداء بيمتزج فيه النداء النبوي الناصح باعتباره نبي، والنداء الأبوي الرحيم باعتباره أب. نداءات نوح لولده للنجاة من الكفر وللنجاة من الغرق. وسجل القرآن الكريم اللحظة دي: ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني، يا بني اركب، يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. لكن ولد نوح رد على أبيه رد الذي عمي بصره عن هذا الماء الغامر العظيم المتدفق من السماء والأرض في آن واحد، فرد كما حكى القرآن على لسانه: قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. ظن هذا الولد البائس الغوي إن رأس الجبل اللي هيحتمي بيه إنه سيحتضنه فينجيه من الغرق والماء يملأ كل الأرض، وكان يجب عليه أن يعتلي السفينة مع أبيه والمؤمنين.
هو توهم ان الماء لن يصل اليه الى راس الجبل، لانه كان في معزل على راس هذا الجبل يعتقد انه سينجو. ومع ذلك سيدنا نوح عليه السلام ظل ناصحا لولده الكافر العاق حتى اللحظه الاخيره. فقال سيدنا نوح لولده موضحا له حقيقه الامر وحقيقه هذا الطوفان الحاسم. فماذا قال نوح لولده؟ هذا ما نتعرف عليه بعد هذا الفاصل إن شاء الله تعالى. أهلا بحضراتكم. قال سيدنا نوح عليه السلام لولده في هذه اللحظة الشديدة، لحظة الطوفان وابن عالق على رأس الجبل، قال له موضحا حقيقة الأمر وهذا الطوفان الحاسم عله يكف عن غيه، قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. وهي لحظة أو أقل وحسم الموج هذا الحوار البائس بين نوح وولده، وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. أرسل الله تعالى موج عالية عاتية حالت دون نوح عليه السلام وولده حتى لا يرى نوح غرق ولده، وذلك من رحمة الله تعالى بنبيه نوح عليه السلام. ثم لم يعد يرى ابنه إذ وقع بينهما موج كبير عظيم كالجبال في ضخامته وحجمه. لم يستطع نوح أن يراه لأنه فكان من المغرقين. ومضت السفينة تجري وسط الماء ولا شيء غير الماء ساعتها، تجري السفينة بأهلها المؤمنين تحميها رحمة الله تعالى القوي الرحمن الرحيم. وبعد أن أقلعت السماء عن المطر وبعد أن ذهب الماء في أعماق الأرض، اتجه نوح بقلبه وإيمانه وعاطفته إلى ربه الرحيم الحليم، وقف متضرعا بين يدي مولاه يملأ قلبه الحزن على فقدان ولده. ونادى نوح ربه فقال ربي إن ابني من أهلي. بث سيدنا نوح عليه السلام شكواه إلى الله، يا رب ابني ده من أهلي وقد وعدتني بنجاتهم وإن وعدك الحق حق لا خلف فيه وأنت أحكم الحاكمين، أنت أعدل الحاكمين بالحق. الحقيقة إنه موقف سيدنا نوح عليه السلام كان في منتهى الصعوبة، لكنه هو النبي المؤمن الصابر صاحب الإيمان العميق المدرك إن كل ما حدث هو إرادة المولى سبحانه وتعالى، وعليه الخضوع المطلق والاستسلام التام لمشيئة الله وقدره، كما إنه في نفس الوقت أب، وحبه الأبوي لولده كان بيدفعه إنه يطلب النجاة لابنه، فما كانش يملك في الوقت ده شيء غير إنه هو يتضرع إلى الله سبحانه وتعالى الرحيم وينتظر رحمة الله في نجاة ولده. وجاء سيدنا نوح الجواب الحق الحاسم من الله سبحانه وتعالى، قال تعالى قال يا نوح إنه ليس من أهلك، لا يكن أو لا يكون من أهلك إلا من آمن بك وصدق رسالتك واستجاب لدعوتك واستمع إلى نصحك في أنه يعتلي معك السفينة، يركب السفينة مع المؤمنين. هذا الولد ليس من أهلك
ليس من المؤمنين الذين وعد نوح عليه السلام بنجاتهم، لذا بيّن له سبحانه وتعالى السبب في أن ابنه ليس من أهله، فقال إنه عمل غير صالح، يعني عمل غير صالح. الإنسان الجاحد الكافر بالبينات الواضحات بلا شك بيتعرض لسخط الله سبحانه وتعالى وعقابه. لذا نهى الله تعالى نوح إنه يسأله أمر ليس له به علم، كدعائه هذا إنه دعا إن ربنا ينجي ولده. قال تعالى لنبيه نوح فلا تسألني ما ليس لك به علم، لأن كل أفعال الله هي عن حكمة وعن علم سبحانه وتعالى علام الغيوب. قال له ما تسألنيش، لا تدعو بشيء هو فوق إدراكك العلمي. وطمأن الله نبيه الكريم بموعظة ربانية كريمة فيها نوع من الملاطفة لنبيه الكريم عليه السلام، فقال تعالى إني أعظك أن تكون من الجاهلين. وفهم نوح عليه السلام الدرس، هذا الدرس الرباني، ووعاه تماما وأدرك إن عاطفة الأبوة نحو ولده الغريق أذهلته عن حقيقة الأمر، فتضرع إلى ربه الغفور تائبا مستغفرا ربه لسؤاله ما ليس له به علم ولا يليق به سؤاله، فالتجأ مستعيذ برحمة الله تعالى من إنه يكون من الخاسرين. قال ربي إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. سيدنا نوح عليه السلام يطلب في أدب جم كل المغفرة والرحمة، ويستعيذ كل الاستعاذة، وبيتخوف كل هذا الخوف من إنه يكون من الخاسرين، كل ده خشية إنه يكون قد قال ما لا يرضي الله سبحانه وتعالى بسؤاله النجاة لولده الكافر. فدعاه منيبا متعوذا، قال ربي إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. صدق الله العظيم.